بالمناسبة كمان جنش الحمد لله بقى يقعد على دكة البدلاء لكنه قرر انه يسافر اسبانيا عشان يفحص مرة اخرى رجله هو بيتمرن وكان موجود احتياط الماتش اللي فات وماتش قبليه لكنه لمزيد من الاطمئنان حيسافر حسب بقى ما التأشيرة او حسب ما اجراءات سفر مع التأشيرة حسب ما اجراءات السفر تنتهي يعني